بسم الله الرحمن الرحيم. ياه، شيكابالا ولا حماد عبد اللطيف؟ حماد عبد اللطيف على طول كده. ده انت ما خدتش ولا هاخد ولد. هنخلص ذا بيست دي الا لما هشرح لك بقى في حاجه ليه. طيب انت مع الناس اللي بتطالب شيكابالا بالاعتزال دلوقتي؟ انا كنت بطالبه من بعد ما خد البطولتين اللي هما كانوا في اسبوع السوبر وال واحده كانت من الاهلي وواحده كانت من الرجاء من الترجي. السوبر والسوبر سوبر الافريقي والسوبر المحلي. لان مهما لعب مش هياخد بطولتين ويشيلهم في اسبوع. يعني انا قلت كان لازم يبطل وطلعت وقلت لو هو يعني بيفكر صح. بس الراجل اشتغل برضه وكان مؤثر مع النادي الاهلي وجابهم في نهائي افريقيا. ما خدش بطولات. انا قصدي على البطولات. انت لما بتبطل وانت شايل كاسين زي وليد سليمان كده ما عمل مثلا في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. اعتذر قال لك انا اخر الموسم هعتزل. اعلن اعتزاله بس ده مجبر. وليد مجبر؟ لان المفروض انت عايز تخليه يبطل حطه في حساباتك لاخر الموسم واخد بالك وبعد كده خليه اخر الموسم وقول له خلاص مش عايز. تمام يلا اللي بعده. شايف ولا اقول لك؟ لا شايف. حازم امام ولا وليد صلاح؟ انت بتزعل الناس مننا بس هم طبعا حماده وشيكابالا الاثنين لعيبه كبار ومحدش يزعل بس انا دي وجهه نظري. تمام يعني محدش بقى يقعد اسمها ذا بيست الافضل ليك انت يعني ليه انا طبعا الاثنين كبار واللي قبلهم اثنين كبار بس انا بالنسبه لي وليد صلاح ليه؟ لان كان ايجابي على الجون اكتر. تمام اسرع واحد جه في مصر ياخد الكرة ويروح على ال 18 او على مرمى الخصم. ممكن عشان لعبت معاه مثلا؟ من غير ما العب معاه. تحس بيه؟ احس بيه طبعا. طبعا ده ما يقللش من حازم. تمام. حازم كمهاري اعلى منه. ايوه. كمهاري بقى تحت الكرة تحت زي حماد عبد اللطيف. انت اخترت وليد صلاح. قال لك ايه؟ لا ما انا بقول لك عشان الناس بس تبقى فاهمة يعني. محمد بركات ولا جمال حمزة؟ جمال حمزة. مع اني تكتيكيا بركات انما الموهبه جمال حمزه. ماشي اللي بعده. صبري ولا عبد الستار؟ يا نهار اسود. انت جايب اتنين بحبهم جدا والله العظيم بحبهم يعني صبري ده يعتبر من ولادي. وعلى فكره انت لو جبت صبري وحازم امام هقول لك لا صبري. واخد بالك؟ بس هنا المهاره الاعلى عبد الستار صبري. عبد الستار طبعا. تمام وحياه ربنا انت عامل فتنه ما حصلتش. عبد الستار. فيليكس ولا ايمانويل؟ مع ان ده حاجه وده حاجه. ده فرود وده كان بيلعب ناحيه الليفت بس انا فيليكس. انت لعبت مع الاثنين؟ طبعا. فيليكس كان فرود بعد رمضان. يعني حاجة كانت جامدة جدا. تمام اللي بعد. عفت نصار هشام حنفي. احنا لعبنا مع ده ولعبنا مع ده. انت اقسم بالله سوى هشام لسبب. هشام لان مش نفسيات يعني. لا دي مالهاش دعوه بالنفسيات. انت بتتكلم على كوره. تمام. هشام كان فيه بيدافع كويس قوي ورجليه طرشه. واخد بالك؟ وبعدين ماشي اوكي. حمزه الجمل ولا ابو الدهب؟ انا اتفرجت عليك قبل كده عمرك ما جبت الحاجات دي. ما اناش لازم اديك التحيه. هما طبعا الاثنين كانت رجلهم تقيله. بس ابو الدهب. ماشي. صبح يلا. عماره ولا ياسر ريان؟ عماره. مع ان ياسر حبيبي طبعا بس انا كابتن ياسر. يا لهوي ياسر كان بيجري. بقول لك ايه، ياسر ريان كان اسرع من صلاح صحيح؟ معرفش بس هو كان سريع جدا. يعني يبقى اسرع من صلاح؟ انا ما شفت صلاح في الملعب يعني مش سيبك من الماتشات. لا
في السبرنتات اللي هي كان ياسر ريان مثلا كان بنعمل من العرضه للعرضه. ياسر مثلا يوصل للعرضه احنا لسه بنكون لسه ما وصلناش ال 18. لا والله. والله. لا هو سريع جدا بس انا طبعا ما شفت الصلاح كان بيطير. كان ريشه يعني. بس هقول لك على حاجه. ممكن يكون صلاح اسرع منه بالكوره. بالكوره. زي ميسي. ميسي بالكوره اسرع واحد. هو كان سريع بالكوره والله. لا كان يزقها ويجري. يزقها ويجري. في فرق. والفنت بتاعه اللي كان بيعمله. بص يعني عبد الستار صبري يتميز عنه ان هو كره تحت رجله وسريع بالكوره. دريبلر. ويروح واحد على واحد يعدي. بالظبط بالظبط. ياسر لازم يخبطها من وراك يضربها من وراك عشان يعدي. تمام. اللي بعد. حسام غالي علاء ميهوب. دي مش اسمها ذا بيست. لو سمحت لو سمحت. طب اقولها ولا بلاش؟ لو سمحت لو سمحت. لا علاء ميهوب طبعا. علاء ميهوب. هو طبعا حسام لعيب كبير. ولعيب طبعا مزاجنجي ومهاريا اعلى من علاء. بس علاء طبعا. بس علاء هو اللي عرف هفات مصر كلها ازاي تباصي تعمل السرو وتروح تجيب جول. تمام. اللي بعد. مين ومين؟ أحمد الشناوي ولا إكرامي؟ ياه. لا مش ياه، أحمد الشناوي كان بيخاف. لو ما كانش بيخاف كان يبقى أحسن جون في أفريقيا. بس لما اتعمل عليه كروسين ثلاثة هو اعتزل الراجل رجع ما شاء الله وربنا يشفيه. اسمع معنى ايش يعني. بينما اكرامي تحس ان هو يعني مش 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 فارقه معاه، دخل جون ما دخلش جون، مع ان الاثنين لهم غلطات كتيره، بس انا اقول اكرامي شريف. اللي بعد. محمد الشناوي ولا ابو جبل؟ ابو جبل. ابو جبل. اللي بعد. نجاز ولا المسلوسي؟ لا ده ولا ده. بس النجاز كويس والله الى حد ما يعني. الفينش بتاعه يعني ممكن عشان ان الفينش بتاعه، انما التاني ده ما لعبش كوره خالص. النجاز. ماشي النجاز. يلا اللي بعد. طارق حامد النني. النني طبعا. النني. النني طبعا. يا سلام سلام يا نني. كابتن رضا يعني بيقول فيك. لا ما انت لو قيسته بجد. لو قيسته بجد في ماتشات الارسنال. طب خد دي. لا النني. طب خد دي. بن شرقي ولا رمضان صبحي؟ رمضان. رمضان. يلا. يعني بحب بن شرقي جدا بس تمام. رمضان ده عايز مدرب زيي. فيريرا ولا موسيماني؟ فيريرا اقوى. ها؟ فايلر اقوى من فايلر؟ فايلر اقوى يعني. انت مش مقتنع بفيريرا؟ بالنسبه لي لا. يا راجل. والله دي مفاجاه بالنسبه لي. ليه؟ انا طول عمري بقول ان بيلعب هو اللي بدع ثلاث دفنترات. كورته مش هجوميه، كورته قديمه جدا. طيب اللي بعده. اخر واحده. يلا بس. ياما ياما ياما. ميسي طبعا. ميسي طبعا. طبعا. لا رونالدو. ماشي انت تقول اللي انت عايزه. انا بقى انا ما بكلمش في اللعيبه المصريين. ميسي لعيب كامل متكامل. رونالدو لعيب كامل متكامل. ماشي. ولا واحده واحده. لا 10 ثواني. ما في 10 ثواني هقفل. ميسي لما الفرقه بتاعته تتزنق ممكن يبقى صانع العاب. تمام. ممكن يمسكك كرة ويخليك تستحوذ ويخليك يبدا يعمل الشغل. تمام. هو رونالدو بس على الجون احسن واحد جه في العالم.